بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وقرارات اللامركزية الصادرة من مجلس النقابة العامة شيء جميل بالنسبة للمحامين، يوفر الوقت ويوفر المجهود ويوفر المال. كان في العهد السابق المحامي عشان يختم استمارة بطاقة لازم القاهرة، لازم يروح القاهرة النقابة العامة في النادي النهري للمحامين عشان يختم استمارة البطاقة. ده بيكلفه مجهود بدني ومجهود مالي. برضو الكارنيه لما يكون محصور من مكان واحد، برضو أنا أجد إزاي من أسوان أو الأقصر أو إسكندرية أو دمياط أو المنيا أو أي مكان، برضو ده في تكلفة على المحامي وعبء على المحامي. مش كل الكارنيهات بيطلعها أعضاء النقابات الفرعية ولا الجزئيات، لا، في محامي بيعاوز يروح بشخصه فده بيتعب ويتكلف مجهود. الشهادات، كافة الخدمات، كل ده حاليا من النقابة الفرعية. بعد انتهاء فترة استخراج بطاقة العلاج هيبقى النظام بالابليكيشن، يعني المرة الجاية هي وانت قاعد في المكتبة هتدخل على الابليكيشن، تسدد من تليفونك الرسم، هيوصل لك عن طريق الشحن الكارنيه لغاية مكانك. يعني الخدمة هتبقى متوفرة للمحامي، هيجي لك الكارنيه، يجي لك بطاقة العلاج، يجي لك كافة الخدمات، هتوصل لغاية مكتب المحامي. ده شيء جميل ومشهود لمجلس النقابة العام. هو تخليط جديد، وأنا كتبت كده قلت تخليط جديد، إن النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة عاوز يوصل لأعضاء المجالس الفرعية في مقراتهم ويعين على الطبيعة. كان مثلا أن عضو نقيب فرعي أو جزئية بيروح النقابة العامة للنقيب يقول أنا عندي مشكلة كذا، النقيب بيسمع حاجة مكتوبة لكن دلوقتي بيشوفها الطبيعة، شاف نادي المنيا وشاف النادي وضعه ايه. هو كان في تصوره النادي ما فيه مباني ومبني، هو وعدنا خلال عام 2023 هيتم البناء كامل لكي النادي، يعني يستلم النادي المحامين يستلم النادي في نهاية 23. برضو بعض المشاكل كانت في بني سويف، قاعد مع المجلس وأعضاء المجلس، أحيانا برضو يكون في بعض المجالس خلافات بين بعض الأعضاء، النقيب عضو وحاجة زي كده، حدد استوعبها النقيب وقدر بوجوده هو ان يزيل كافة الصعاب والمشاكل، ويعني ويربى الصدع اللي موجود في بعض المشاكل. كل ده يكون في مصلحة المحامين.